اهلا بحضراتكم مره تانية، واهلا بيك النجم الكبير احمد كمال، منورنا. الله يخليك. انا مش هقدر افوت الفرصه. نجوم كتير احنا بنحبهم وبنعشقهم عشق غير عادي، ومش عايزه اعد لانهم الحقيقه يعني معروفين زي عادل امام، محمود عبد العزيز وغيرهم من الاساتذه الكبار. بعض من اولادهم طبعا مثلوا وحققوا نجوميه كبيره. دنيا سمير غانم واحدة من هؤلاء النجمات، عندنا أحمد فاروق الفيشاوي، عندنا محمد عادل إمام، عندنا حنان مطاوع، عندنا أحمد صلاح السعدني، وعندنا كريم محمود عبد العزيز. تقييمك ليهم كمدرب يعني دون أي خجل وأي تفاصيل حتى تفكير لأي شيء، يعني شايف كل واحد فيهم إزاي؟ نبدأ بمحمد عادل إمام. لا يعني خليني أقول إيه بشكل عام، أبناء المشاهير أو أبناء النجوم أو أبناء الممثلين عموما هم كتير، مش أيوه. غير الأسماء دي في أسماء كتيرة جدا صحيح يعني. ولكن أنا أقصد أقول اللي حققوا نجومية كبيرة يعني بغض النظر، بس أبناء الممثلين اللي عائلتهم اللي جايين من عائلات فنية، العين عليهم طبعا والتركيز عليهم، حياتهم بتبقى سهلة، بداياتهم سهلة جدا، بيلاقوا فرص بسهولة وبطولات بسهولة وكل حاجة بسهولة. فإذا هم مميزين ومدلعين واخدين فرص ما صعب إن أي حد ياخدها، أسهل وبسهولة شديدة جدا، وكل شيء مجاب، واللي بيطلبوه لو طلبوا لبن العصفور بيجي لهم. طيب هي دي ميزة ولا عيب؟ ما عنديش مشاكل. دي ميزة ولا عيب؟ لا يعني ما على حسب بقى، ما أنا ما عنديش مشاكل إن كل ده يحصل، ولكن انا مش هحكم على اي حد فيهم، او مش هقول ان ده ممثل الا لما يمر عليه مثلا 10 سنين ولا حاجه، ولا 10 سنين ده كتير قوي يا استاذ، ده ممكن يكون اكتر قوي. كمان لا اكتر كمان واشوفه في ادوار بجد، واشوفها في ادوار بجد، مش ان انا طالع اقول حاجات تضحك ايا كان بقى مين هم يعني. الموضوع مش ان انا طالع اقول حاجات تضحك يعني، مش ده. طب مين فيهم مؤهل يقعد 10 سنين؟ فلازم اختبره في ادوار، واختبرها في ادوار بجد، ادوار بجد يعني. اللي تم اختبارها في ادوار بجد حنان مطاوع. ايوه حنان تم اختبارها. دنيا سمير غانم شفتها ازاي؟ انا اقول لك بس، انا حنان مطاوع تم اختبارها بمعنى انها اتحطت بجد في ادوار بجد صعبه. ايوه ريهام عبد الغفور تم اختبارها وكانت جديره جدا يعني، منى شلبي، يعني دول اثبتوا بعد فتره طويله. بعد فتره طويله بالظبط. طيب فنفس الحكايه كل الاسماء اللي قلتيها حضرتك لازم يمر عليهم فتره طويله واشوفهم في ادوار بجد. طب مين فيهم صعبة مؤهل؟ مين فيهم تستشرف مش حعرف يقعد 10 سنين؟ مش هعرف الا لما اشوفه بادوار او اشوفها في ادوار بجد. طب مين على الطريق؟ مين على التراك؟ مش عارف بصراحه. مش عارف. مش إجابة شايف. اجابه هروب. لا مش هروب، انا يعني مش هقدر احكم مثلا على دينا سمير دنيا سمير غانم الا لما اشوفها في دور مش كوميدي، دور بجد جدا، جايز تكون عملت ده انا ما اعرفش. بما اني انا بحاول ادور في العمق قد ما اقدر في كل النواحي والزوايا الحياه الخاصه لاحمد كمال، زواجك من النجمه الجميله عبله كامل اللي كلنا بنحبها وبنوجه لها مليون تحيه، كيف كانت هذه الزيجه؟ البدايات طبعا. لا يعني احنا مش هنتكلم كتير في ده غير طبعاً اكيد يعني اكيد غير ان يعني المسموح من حضرتك في هذه النقطه. هو البدايه كانت في الجامعه وتعرفنا على بعض في الجامعه واستمرينا يعني، ولغايه دلوقتي احنا اصدقاء يعني. شخصية مختلفة، هي تركيبة مختلفة. هل عبلة كامل اللي شفناها في الفترات الأخيرة هي عبلة كامل اللي كانت في البدايات ولا في اختلاف؟ لا هي مفيش جديد يعني، هي نفس الشخصية. نفس الشخصية. عايز أسأل سؤال، دايما عندي تخوف وأنا بتابع أحمد كمال، يمثل ينجح يختفي، في كورونا زي ما أنت قلت لي فتقول أنا مش همثل. معرفش ليه جالي كده تخوف ان مره واحده الاقي احمد كمال على السوشيال ميديا يا جماعه انا اعتزلت التمثيل. هل ده ممكن يحصل؟ طبعا. لان انا من النوع اللي يعني بمشي ورا دماغي يعني، اللي انا بحسه بمشي وراه. بحاول اكون متسق ما بين اللي في دماغي وبين افعالي على قد ما اقدر، والى حد كبير اعتقد ان انا ناجح في ده الى حد كبير. اللي في دماغي هو سلوكي، ده اللي بيسموه الاتساق. عدم الاتساق هو اللي في دماغي غير سلوكي.
مش عارف اشوف امورك مش عارف ايه، اسمع كلامك صدقك، اشوف امورك استعجب. ايوه، ما هو ده مثل الشعب العظيم يعني. أيوه. اسمع كلامك صدقك، اشوف امورك استعجب، يعني اللي انت بتقوله ما بتنفذيش غيره.